طبعا كنشوف تالي بعجاله كيف ممكن يتحرك المنتخب السعودي حتى نتمكن من الذهاب للمباراه. المنتخب السعودي المباراه الاولى لعب بالخمسه اثنين حسب الاسماء اللي شاهدها ونظرا للثنائي الهجومي الكويتي البشار و اللاعب اللهيب المفروض عليهم خليل وعليهم نور والخليوي يلعب ليبيرو في مباراة اليوم. نعم. مع الصقري على اليسار مع الدوخي على اليمين. نعم. هذه فكرة. نعم. إذا كيف تشتري أنت بحكم ما شاهدت حسب من أسماء الأسماء الموجودة. حسب الأسماء. نعم. طب الأسماء التي متوفرة لديك كيف يمكن من خلال المستطيل الأخضر المصغر لدينا أن يتحرك؟ كيف فهمت هذا التشكيل؟ إن كان من المخرج أن أعطينا الصورة حتى نكون فكرة عنه. فهمت الخليوي كليبيرو، فهمت خليل ستوبر ومعه النور، وفهمت أن الغامدي الكابتن. إذا كان بإمكان أن تتوقف لحظة حتى نستمع إلى النشيد الوطني السعودي وبعد ذلك سنتحدث عن أداء المنتخب السعودي. نعود إليك كابتن شتاري من خلال المستطيل الأخضر توضح لنا كيف ممكن بطبع حوالي دقيقة إذا بالإمكان بعجالة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مشاهدي أوربت للزملاء زميل خالد ياسين الأساتذة عبد المجيد شتالي خالد الحربان يوسف سيف قائمة المنتخب السعودي محمد الدعية محمد الخليوي عمر الغامدي محمد نور سامي الجابر أحمد الدوخي صالح الصقري مرزوق العتيبي نواف التمياط محمد الشلهوب وأحمد خليل. إذا بانتظار قائمة منتخب الكويت ولعل المشاهدين تابعوا تفاصيل كثيرة عن هذه القائمة فلاحدن شوسام حسين نير الشمري علي عبد الرضا جمال مبارك صالح البريكي ناصر السوحي أحمد مطيري بشار عبد الله فرج على اليمين الأخضر والأبيض على اليسار الأزرق والأبيض. وبسم الله الرحمن الرحيم بدأت المباراة وضربة البداية لصالح المنتخب الكويتي. كرة منقولة في حرص من المدربين الاثنين أوبرين مدرب المنتخب الكويتي أو ناصر الجوهر مدرب المنتخب السعودي ومشهور أوبرين بأسلوب الدفاعي على المنتخب السعودي نوعا ما نتيجة الخبرة والخبرة الكبيرة التي يمتلكها هذا اللاعب. نواف التمياط يقود هجوم للمنتخب السعودي لاعبها إلى من؟ إلى محمد الشلهوب. في نفس الوقت أيضا هناك أحمد الدوخي اللي يشارك في الظهير الأيمن وهو لاعب يملك قدرات فعالية هجومية. الشلهوب أو الصغير الكبير في المنتخب السعودي مقطوعة كرة من قبل الدفاعية. الشلهوب يحصل على كرة ويبحث عن زملائه. هذا اللاعب لفت الانتباه ولا شك بتسجيله في مرمى أوزبكستان 3 أهداف ولكن لا يزال المشوار طويلا جدا أمامه في تطوير مستواه. ومحمد نور يغطي ويخلص كرة لاعب المنتخب الكويتي في المنتصف ومحاولات من محمد نور يلعبها مقطوعة من محمد تعود لصالح المنتخب السعودي. محمد نور مرة أخرى يخلص كرة لاعب جمال مبارك من المنتخب الكويتي وإلى المنتصف ملعوبة للمنتخب الكويتي تنقطع الكرة مرة أخرى لصالح المنتخب السعودي. أحمد الدوخي هجمة سعودية مرزوق يمرر أيضا مدافع المنتخب الكويتي للهلال السعودي مقطوع الكرة لصالح المنتخب الكويتي تعود لمن عمر الغامدي من المنتخب السعودي يمرر لسامي الجابر يحاول سامي يعدي بالفعل ويقود هجوم للمنتخب السعودي سامي يعدي بالبريكي وعرضية مقطوعة لصالح المنتخب الكويتي. ناصر السوحي ينفذ كرة أرضية ومقطوعة المنتخب السعودي. محمد نور نور لعبها وين مقطوعة للمنتخب الكويتي. نواف التمياطي سيطر عليها وكرة لصالح التمياطي من المنتخب السعودي مرة أخرى. الشلوب يحاول وسام حسين يغطي وواضح الحركة الدؤوبة ما شاء الله. كرة مقطوعة لصالح المنتخب السعودي. طبعا قبل قليل أو قبل ساعة من الآن تأهلت اليابان كما هو متوقع. التمياطي سدد أرضية سهلة برا إلى اليسار. أحمد مطيري مقطوعة جميلة بالرأس من المنتخب السعودي محاولات كويتية. بشار عبد الله هيا وإعاقة فيها خطأ جميل وتسديدة يا سلام عليك يا ولد حلو من الدعيع قبل الصحة والعافية للجميع. والكرة لصالح المنتخب الكويتي مقطوعة من محمد نور. هجمة سعودية يقودها سامي الجابر قائد المنتخب السعودي ويبحث عن زميل يمررها نواف التمياط وإلى ركلة زاوية كأول ركلة زاوية في المباراة للمنتخب السعودي. شوف بيشون عن أهداف واجد إيش رأيك؟
تجي كثير اليوم ولا شويه؟ انا اتوقع انه راح يكون فيها بينيه كويتيه عذرا للشيخ سعد او كابتن سعد، وخطا لصالح المنتخب الكويتي لمكان خطر، لصالح المنتخب الكويتي، وحائط صد سعودي، وبشار عبد الله يسدد كره ايضا الى يد محمد الدعيع، عمر او محمد نور من عمر الغامدي، التمياطي مرر لسامي الجابري، يحاول يسيطر عليها سامي، والصراع بين سامي وبين نهير الشمري، تعود الكره لصالح المنتخب السعودي، يتقدم سعودي، وعرضيه بعيده جدا الى الشلهوب اللي يحاول الاخر يسيطر على كره عصام سكين، ومنافسه بين الشلهوب وبين بالنسبه او المان تو مان بالنسبه مع محمد الشلهوب. نواف التمياط، كرة للمنتخب السعودي خاطئة من أحمد الدوخي، تعود لبشار عبد الله، وأحمد خليل يحاول يغطيه، وهجمة كويتية على المرمى المنتخب السعودي، الجول الكويتي الأول، الله 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 الله، لن ينساها أحمد الدوخي للدعيع، مو ناسيها للدعيع أبدا، يعني خلص جول مو 100%، حطها مليون بالمية من السوحي، صاحيلها وما شاء الله عليه لعبها السوحي كما ينبغي. ايش رايك يعني لو محلا انت شو تسوي؟ اولا ناصر كره خاطئه من المنتخب السعودي، وتشكل الكرات الخاطئه خطوره، والخلاوي خلصها الى منتصف الملعب، ثاني كره يخطئ فيها لاعب المنتخب السعودي، وتعود الى تمريرات كويتيه وهجمات خطره على المرمى. نواف التمياط، استغلال المنتخب الكويتي للكرات المقطوعه بطيء في رايك كابتن سعد؟ لا اعتقد انه قاعد يستغلونها بطريقه صح، لكن الدفاع السعودي قاعد يصلح ما يرتكبه اللاعب الوسط، قريب مو قادر يتصرف فيها. الصقري باتجاه مرزوق سامي، ومرزوق وسامي، ولكن الكره مقطوعه الى منتخب الكويتي مره اخرى، محمد نور والكرات اللي تقتطع مقطوعه من لاعب الارتكاز تشكل خطوره، وبالفعل المنتخب الكويتي السوحي وانطلاق سريع وجميل بالنسبه للمنتخب السعودي من الخلاوي استفاد منها، هجمه عكسيه، احمد المطيري من المنتخب الكويتي، فرج لهيب هذا سعد جهه اليسار مقطوعه، احمد الدوخي مرر احمد لنواف التمياط، ومعه الشلهوب، الشلهوب يحاول التسديد من بعيد وتصطدم، برافو يا شلهوب، برافو يا محمد، حلو ركلة زاوية لصالح المنتخب السعودي، أرضية تمر لمن؟ لمحمد نور، ودربة كان أمام مرمى المنتخب الكويتي، وكرة عرضية مرة أخرى لا يستفيد من المنتخب السعودي، تعود إلى فرج لهيب، يسيطر عليها أحمد، يهيئها نواف التمياط، يبحث عن زميل نواف ويسدد، كرة تمر بجوار، وين بجوار يا ناصر؟ بعيدة عن القائم إلى ركلة للأمام دائما لمساندة الهجمات الكويتية، وكرة عرضية أمام مرمى المنتخب السعودي، كاد يسيطر عليها اللاعب أو عمر الغامدي يقود هجوم الآن للمنتخب السعودي، لاعبها وين؟ إلى مرزوق، هيئة مرزوق لنواف التمياطي اللي حاول يتقدم فيها الأمام، مقطوعة مرة أخرى لنواف التمياطي، هيئة للشلهوب، تروح طويلة على محمد الشلهوب، يحاول يعدي من نهير الشمري إلى صالح الصقري، صالح يلعب عرضية ليد حارس المرمى. المنتخب السعودي صديق كأس آسيا، كما أن المنتخب الخليجي صديق دورة الخليج، والتاريخ إذا لم يدعم ببطولات جديدة يصبح تاريخا مضى، والمنتخبين الآن آمالهم في هذه البطولة. صالح الصقري يمرر، صالح إلى مرزوق العتيبي، هيا كرة مرزوق خاطئة لي تهيا كرة لمرزوق خاطئة، وتروح لوين؟ الى عصام سكين، خلفيه لصالح المنتخب الكويتي، جمال مبارك ناقل نقله حلوه للعب تجاه احمد المطيري اللي بيلعب عرضيه امام مرمى المنتخب السعودي، عرضيه ويشارك فيها المنتخب السعودي، ومقطوعه لمن؟ الى نواف التمياط، تعود الكره مره اخرى الى نواف اللي يحاول يحصلها، مع احمد الدوخي ناقل نقله جميله للعب باتجاه احمد الدوخي مع سامي الجابر، يهيئ كره الى سامي الجابر مع علي عبد الرضا، يحاول يعدي سامي، وكره الى علي عبد الرضا، سامي الجابر يحصلها، يبعث عن زميل، حلوه من سامي، واعاقه من محمد الشلهوب، ينفذ خطا لصالح المنتخب السعودي، يلعبها يهيئها وتسديده وتمر بجوار القائم، مرت كاخطر فرصه لاحمد الى منطقه الخطوره، يعني الى جنب خط المرمى، وبالتالي يتم عكسه نتيجه التغطيه الدفاعيه الجيده في المنتخب الكويتي. مره اخرى مرزوق العتيبي يحاول الى نواف التمياط، يبحث عن زميل نواف وسط الكثافه العدديه من منتخب الكويت، ويسدد كره بعيده الى ركله مرمى للمنتخب الكويتي. دقيقه سجل هدف التعادل، الدقيقه اضافيه فقط من شوط المباراه الاول بين السعوديه والكويت، سامي الجابر، مرزوق بيخلص ولا لا؟ تمر ليه؟ فلاح دبشه،
أطلق صافرة معلنة عن نهايتها. مباراة الكويت والسعودية لائحة إحصائيات، 7 أخطاء مرتكبة من الكويت مقابل 8 وتسديد 6 مقابل 5 وحالات التسلل 1-1 وتعادل أيضا في الضربات الركنية وتعادل في بطاقات الصفراء والحمراء لا بطاقات. المباراة تدور في أجواء أخوية كما أشار ذلك زميل خالد حربة. الناحية اليمنى بالنسبة حق على المنتخب السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ الشوط الثاني من لقاء السعودية والكويت، والمع الحكم الرابع يرفع لوحة للتغيير للمنتخب الكويتي. سنشاهد بعد قليل بين من ومن تم ذلك التغيير. يبدو عبد الله وبرام من المنتخب الكويتي نازل، يلعب المنتخب السعودي على يسار السادة المشاهدين، والكويتي على يمينهم. سامي الجابر يقود هجوم سعودي، وتسديدة تعلن عن الهدف الأول من مرزوق العتيبي ولا من الطمياط. بنشوف اللعبة الجميلة لسام جابر من لمسة واحدة، الطمياط ولا الصقري ولا مرزوق، بنشوف الإعادة لها. كرة جميلة للمنتخب السعودي، هذا اللي تبغاه يا كابتن يوسف سيف، بيحلو اللعب. إذا نواف الطمياط يقدم المنتخب السعودي في وقت مبكر ومبكر جدا، زي ما قال سعد الحوطي، لاعب موهوب لاعب موهبة. التمياط منها لصاف المرض يسجل للمنتخب السعودي بعد مجهود طيب جدا من سامي الجابر. هدف السعودية، لا شيء الكويت سيقلب هذا الهدف موازين اللعب. يعني هدف في بداية الشوط الثاني اعتقد كان هدف جميل ملعوب من سامي الجابر، مثل ما تفرغت وقلت لك ان سامي طبعا ممكن يكون صانع اهداف، بنفس الوقت هو لاعب متفاهم اعتقد من نواف الكميات، بلمسة واحدة بكرة ذكية استطاع. وستبحث الكويت الان عن تعزيز قدراتها الهجومية، ولا شك هذا الهدف سيلخبط كثيرا من اوراق مدرب المنتخب الكويتي اذا لم يعدل النتيجة. مع عندول عبد الله وبران في الشوط الثاني، عبد الله وبران يدعم خط الوسط الكويتي. هجمة كويتية الآن، والكويت تبعد عن تعديل النتيجة، والحكم يقول ما فيها شيء، وبطاقة صفراء لبشار عبد الله، وقرار الحكام اتركوا لجمال الشريف. بطاقة صفراء عبد الله وبران، ولكن هذا الهدف سيلخبط كثيرا ولا شك من أوراق مدرب المنتخب الكويتي. هجمة أخرى المنتخب السعودي، يقودها سامي وتتهيأ، لكن إلى وين؟ إلى الدفاع الكويتي. هذا بشار عبد الله، هيا كرة إلى فرج لهيب، يحاول يعدي فرج، يعدي بالفعل من أحمد خليل، ومعه محمد الخليوي وأيضا صالح الصقري. الخليوي والصقري واثنين على واحد. الكويت، طلعت قطر، طلعت إيران، بقي الصين وكوريا واليابان، ويلعب اليوم مع السعودية. كرة لصالح أحمد الدوخي من المنتخب السعودي، يتقدم فيها أحمد ويقود هجوم للمنتخب السعودي، ويسدد من بعيد وبعيد جدا، حافظ عليه ويضيف لأخو. كرة ملعوبة جاءت اليمين من المنتخب الكويتي، وارتقاء بالرأس وفرصة للتسديد، وعالية. وين 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 يا بشار يا عبد الله، عالية جدا وبعيدة. يبحث عن زملائه ويمرر، ومقطوعة لصالح المنتخب الكويتي. محمد السعودي إلى بين نور والغامدي، ملعوبة مرة أخرى إلى صالح الصقري، يخلصها جمال مبارك، وهجمة كويتية وعرضية أمام المرمى داخل الدعية. في دقة استخلاص الكرة في المرمى من فرج لهيب بشار عبد الله. كرة للمنتخب السعودي، سامي الجابر واللي ساهم في تمريرة الهدف لنواف التمياط، يلعب كرة يفكر يخدع بيها حارس المرمى، لكن والكويت والسعودية متقدمة بهدف. نواف التمياط كرة أرضية عرضية خاطئة وداخل الدعية. الحارس نصف الفريق، الدعية ما شاء الله، أقول ما شاء الله. نواف التمياط تعود لصالح المنتخب الكويتي، سريعة جدا للمنتخب الكويتي، تغطية من أحمد الدوخي لكرة بشار عبد الله. بشار عبد الله يهيئها، وعرضية جميلة أمام المرمى تمر بدون أن تجد لا فرج لهيب ولا المنتخب السعودي، وتغطية جميلة جدا من صالح صقري إلى مرزوق العتيبي. يبحث عن سامي الجابر، مرزوق ينقل كرة، ولكن أقرب لها مدافع المنتخب الكويتي نهير الشمري. نهير الشمري أيضا نقلة طويلة في محاولة لاختصار الزمن والمسافة مع المنتخب الكويتي. بشار عبد الله خطر جدا، ويعرف إمكانيات أحمد خليل جيدا، ويحاول يعدل منها، مهمة جدا. الآن بيغير من بينزل من المنتخب السعودي، طلال المشعل على ما يبدو مكان مرزوق العتيبي. ما رأيك في التغيير بسرعة كابتن سعد؟ أكيد للضغط أو الهجوم الكويتي. بشار عبد الله، محمد الدعيع خطر أمام المرمى، يخلصها مدافع المنتخب السعودي في الدفاع وفي أيضا الأداء الهجومي بالنسبة للمنتخب السعودي. رأسية أخرى يخلصها المرة أحمد خليل.
الرحيل الى 11 في المنتخب الكويتي. كره خلفيه عصام عرضيه امام مرمى المنتخب السعودي وداخل الدعيع داخل وحصل الكره. لاعب كره سريعه الى نواف التمياط. الدعيع التمياط يعدي وكره جميله للمنتخب السعودي ومررها سريعه وتغطيه من حارس المرمى والمشعل يحصلها ولكن الى ذهبيه التمريره من التمياط. هارد لك يا مشعل عدت من طلال للعب فتره نتيجه الاصابه وعاد المشاركه مع المنتخب الكويتي. كره جاءت اليمين اسامه حسين تقدم الان اسامه للمسانده وكره جميله وفرصه تعادل والاحلى منها بشار عبد الله يعادل النتيجه للمنتخب الكويتي بعد تمريره رائعه من اسامه حسين. هدف لهدف للمنتخب الكويتي. تونا بنقول ان اسامه تقدم للاستفاده من خبرته ومن هدوءه ولعب كره جميله لبشار عبد الله. سجل بشار بقوه وعوده قويه لبشار عبد الله في مرمى المنتخب السعودي. 1-1 عادت الامور كما هي مع بدايه الشوط الثاني. احمد انطيري يقود هجوم الكويتي وملعوبه عرضيه باتجاه المنتخب الكويتي تتهيأ بالراس. الهويدي يهيئ كره جميله وتجليات متتاليه من دفاع المنتخب السعودي وتنتهي امام مرمى المنتخب السعودي مره اخرى وكره لخارج الملعب ركله مرمى. عبد الله وبران. عبد الله يحاول يلعب كرة سريعة باتجاه المهاجم الكويتي وتغطية ومحمد الدعيع. محمد الدعيع خلص مرماه من هدف كويتي ملعوب حلو. ملعوب حلو من البريكي. شوف رايحة للمرمى. الدعيع خلص. ماشي أنا أقول الآن يعني مع احترامي للآراء أو لرأي أبو محمد أن الكويت خطر ومسيطر على المباراة. لا الكويت الحين صار له 5 دقائق مشكل خطورة كبيرة. ركلة زاوية. راسية وتعدي ولا يهدم محمد الدعيع. عصام سكين يعني هالخطورة وهالضغط إذا استمر ممكن ينبع عن هدف ثاني للكويت. السعودية بعد هدفها الوحيد اللي سجل في الشوط الأول لم نشاهد أي هجمة على مرمى المنتخب الكويتي ممكن توحي بهدف بشار وهدف ثاني للكويت تتقدم فيه على السعودية من الهويدي. تونا قبل دقيقة أقول إن هل فرص توحي بهدف ثاني؟ هذا اللي صار. الهويدي وتغيير في محله من المنتخب الكويتي تتغير الأمور تماما 100% لصالح الكويت وتتقدم بهدف ثاني بعد تمريرة ولا أحلى منها من جاسم الهويدي. من بشار لجاسم. الكويت 2 السعودية 1 وماذا يقول سعد الحوطي؟ الكويت اليوم استغلت تماما قلبي الدفاع في السعودية وسجلت من خلال هذا الاستغلال هدفين. وطلال المشعل يلعب كرة لمن؟ إلى نواف التمياط اللي يقود هجوم الآن المنتخب السعودي. لاعب كرة جميلة باتجاه صالح الصقري. صالح الصقري يحاول يبحث عن محمد الشلوب يحصل محمد. محمد يحاول يعدي يهيئ كرة إلى نواف التمياط. نواف يمرر كرة لصالح المنتخب السعودي وبينيات لطلال المشعل والثاني. هلو يا طلال يا مشعل. تنفس السعوديون الصعداء وربما أكيد المعلق واحد منهم واحدة منهم. يا سلام على اللعب الحلو. حتى الجمهور قاموا الاحتياط. لازم الآن السعوديين يحرصوا على التعادل. شوف نواف التمياط جاب جول وتحرك الشلوب والتمياط ومن لعبة ثانية جاب جول. شوف 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 رغم انه يلعب بالشمال جابها باليمين. برافو يا طلال برافو. ومن كل طلة ان شاء الله نشوف جول. بس عاد لا يزعل ابو محمد. وش رايك بهاللعبة؟ لا بالعكس انا ماني زعلان. تكلمنا احنا المباراه ولد خساره متفقين وبالعكس قاعد نشاهد الحين في نديه في هجمات في فعلا استغلال الفرص. هذه اللعبات الحلوه اللي احنا نتمنى نشاهدها. نزول طلال مشعل بالعكس استثمر منه المدرب ناصر جوهر انه سجل هدف سعودي في محاوله لتخليص المباراه في وقت الاصلي ومحاولات ايضا كويتيه لتخليصها تفاديا لمفاجاه الهدف الذهبي ولركلات الترجيح. وبشار عبد الله والتفاهم كبير بين بشار وجاسم الهويدي خلصها احمد خليل لصالح الصقري. لاحظنا اداء المدربين وضح فيه تغييرات الكويت جاسم الهويدي وتغييرات السعوديه بطلال المشعل سجل هدف تعادل ثمين للمنتخب السعودي. التمياط يلعب كره الى احمد الدوخي يخلص احمد المطيري في منتصف الملعب الى وبران. وبران لعب كره جهه اليمين عصام سكين. عصام يلعبها وين؟ الى بشار عبد الله والمراقب من
عمر الغاودي بينزل عبد الله الواكد اول مباراه يلعب, وهذا لا يقلل من مستوى الشلهوب. اعتقد هو لاعب امام مستقبل كبير, لاعب موهوب فنان. سامي الجابر يقود هجوم للمنتخب السعودي وعرضيه تنقطع لصالح المنتخب الكويتي. اذا التغيير الثاني للسعوديه, عبد الله الواكد من نادي الشباب لاعب المنتخب السعودي ينزل مكان محمد الشلهوب الى عبد الله وبران. وبران لعبها طويله باتجاه جاسم الهويدي, سيطر عليها جاسم. صالح الصقري يحاول يغطي كره حسام سكين, ملعوبه عاليه وداخل محمد الدعيع ومحصلها. هنا طلال المشعل يسيطر عليها طلال ولاعبها, وإعاقة لصالح المنتخب السعودي, وأعطى فرصة من حكم المباراة, ولكن كرة لصالح المنتخب الكويتي. ملعوبة خلفية وسريعة لمهاجم الكويتي, وصالح الصقري أقرب يخلصها عالية بمبدأ السلامة إلى منتصف الملعب. نواف التمياط عاد بالسلامة ويقود هجوم سعودي, وخطأ على عبد الله وبران لصالح نواف التمياط. شوف أي هجمة, يعني المنتخب الكويتي شاعر بخطورة نواف التمياط الحقيقة في بناء الهجمات, وعموما طبعا كل الفريقين حريصين وبكل روحية. ليس سهلا في الشوط الثاني نتيجة التغييرات والأهداف, والكرة تتهيأ للمنتخب الكويتي مقطوعة لصالح المنتخب السعودي مرة أخرى. بينية ملعوبة لمن؟ لطلال المشعلي, هيها وفرصة للتسديد وتنتهي إلى خارج الملعب. ركلة يغطي ويحصل كرة بشار ويبحث عن من زملائه. إلى كرة إلى سامي الجابر أو طلال المشعل. طلال المشعل حلوة بمهارة جيدة, يعدي ويحصل كرة ويبحث عن زملائه. يعدي طلال صاحب هدف التعادل للمنتخب السعودي ويحصل على خطأ. دقيقة أحمد الدوخ ينفذ, ومحاولة للتمويه على حائط الصد الكويتي. أحمد الدوخ يلعب كرة عرضية وراسية يخلصها. يقول لك لا تصدق, حط هذه لا تصدق. يقول لك لا تصدق, حط هذه. الغامدي أطاح بها, هي ركلة مندي ما يحلم فيها. لو تعطيه بالفعل, شوف 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 شوف, صدها ببراعة فلاح دبشة. وين هذه تجي؟ يقولون تشق الشبكة لو جت هذه, لكن ما عليه. حلوة راسية جميلة ومن طلال, وعمر الغامدي طوح بها خارج الملعب. هذا عمر الغامدي. أحمد الدوخي, المنتخب السعودي يضغط والكويتي يدافع عن مرماه, ومرة أخرى نواف التمياط. هل نشاهد فرصة لنواف التمياط؟ وإعاقة أخرى لنواف أمام مرمى المنتخب الكويتي. ما قصرت يا نواف في اعتقادي أن أبرز تحرك المنتخب السعودي معه. شوف إعادة, المخرج جازت له راسية حلوة الحقيقة, والغامدي يلعبها وين؟ هذه تخلص المباراة للمنتخب السعودي تقريبا. طلال المشعل مبدع اليوم, وتسديدة أرضية تعود إلى أحمد الدوخي مرة أخرى من المنتخب السعودي. يحاول أرضية سهلة مقطوعة للمنتخب الكويتي, وعرضية على مرمى المنتخب السعودي. بشار يحاول, تعود لمحمد نور اللي مغطي, ولعب محمد نور باتجاه طلال المشعل وإلى يد فلاح دبشة. يجب أن الحين يفتح الملعب يلعب على الطرف. كرة للمنتخب السعودي الآن, محمد نور يقود هجوم سعودي ولاعبها جميلة باتجاه سامي الجابر. يحاول سامي مع جمال مبارك, يحاول يعدي, وهذه كرة سامي ويلعبها إلى يد فلاح دبشة. ربما تشكل هذه الهجمات خطورة عليه إذا نسي الواجب الدفاعي. طلال المشعل يحاول يعدي طلال لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي, وخطأ آخر على جمال لاعب المنتخب الكويتي نهير الشمري. إلى عبد الله الواكد. صالح الصقري يتقدم للأمام, يمرر صالح, وها نواف التمياط, وإعاقة, ولا حكم يقول ما فيها شيء. إعاقة على أسامة حسين. بدأ فعلا التمياط, عيني عليك باردة اليوم, عيني عليك باردة سعودي. وبرافو أسامة حسين, يعتذر بكل روح رياضية. لا يا أسامة, تستاهل عليها بطاقة الحق. محمد نور يسيطر عليها, يهيئ محمد لسامي الجابر. سامي لأحمد الدوخي اللي يجيد الألعاب الهجومية على مرمى المنتخب الكويتي. يحاول يعدي سامي وتغطية, خلاص الدقائق الأخيرة هاي غلطة صعبة. تغطية من مدافع المنتخب الكويتي أو لاعب المنتخب الكويتي أحمد مطيري. مرة أخرى المنتخب السعودي يحاول عمر الغامدي. عمر يعدي وتغطية سريعة, والغامدي والحكم جنب ال 18 حولها, واترك الحكم لجمال الشريف. خطأ للمنتخب السعودي. سامي الجابر يقول له جوا, وخطأ للمنتخب السعودي, وبطاقة صفراء. كثرت البطاقات الصفراء نتيجة الضغط السعودي. نعم, مباراة ليست سهلة على المنتخبين, وربما يكون شيء مشروع نوعا ما طبعا بدون ألعاب خشنة للفريقين الحصول على بطاقة صفراء
وهذه واحدة لعصام سكين، واعتقد لديه، هل لديه بطاقة عصام ولا لا؟ خطأ للمنتخب السعودي. صعبة والله منك يا عصام، صعبة شوية يعني. واقع الصقري واقع الإضافي بالفعل، لكن كل شيء جائز في عالم كرة القدم. كرة عرضية وخطرة للمنتخب الكويتي، مرة أخرى الكويت تهاجم بنفس الأسلوب ومن نفس الجهة اللي جاء منها الأول والثاني. كرة عكسية للمنتخب السعودي، أيضا نواف التميمي يعدي وإعاقة من وبران. لا لا لا، يعني فيه شيء من العنف الكبير اللي تعرض له نواف التمياط. انا اقول رايي بصراحه الحقيقه، من اكثر لاعب من المنتخب الكويتي، مع احترامي الكبير طبعا لنجوم الكره الكويتي، احمد الدوخي، ودائما النجوم يتعرضون لمثل هالامور. الدوخي يتقدم ويقود هجوم للمنتخب السعودي، وعرضيه امام المرمى تمر، والى من طلال المشعل يحصلها، وتغطيه من دفاع المنتخب الكويتي. يحاول طلال يعدي بالفعل وهي كره امام المرمى، ولكن الى دفاع المنتخب الكويتي. تعود مره اخرى صالح الصقري، سلامات يا كابتن، وقع على لاعب المنتخب الكويتي. التمياط ما فيها شيء، هذه تعود لمن؟ الى فلاح دبشه. فلاح دبشه، وبانتظار سافرة حكم اللقاء اللي أطلقها معلن عن نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدي أوربت مع الشوط الإضافي الأول. أحييكم هنا وزميلي سعد الحوطي في مباراة الكويت والسعودية في شوط الإضافي الأول. أبو محمد، ماذا ترى لهذه المباراة؟ منتصف وبران يمرر، مقطوعة لصالح الصقري، يلعبها إلى نواف التمياط، نواف يمرر إلى سامي، سامي لصالح الصقري، يحصلها صالح، يحاول يعدي، يلعبها لسامي الجابر داخل 18 سامي، يحاول سامي يعدي بالفعل، وتغطية سريعة من مدافع المنتخب الكويتي. تعود الكرة السعودية، بدأ الشوط الإضافي الثاني للسعودية بهجوم على مرمى الكويت، وسيشكل ذلك الاندفاع خطورة في الكرات العكسية السريعة على مرمى المنتخب السعودي، ولكن عدم الانضباط المدافع. طلال المشعل النجم في لقاء اليوم، رغم انه نزل في الشوط الثاني الحقيقه وسجل هدف تعادل للمنتخب السعودي، يحاول يعدي طلال ويتباطأ فيها شويه، يبعد عن زملاء، لاعب كره عرضيه اقرب لها دفاع المنتخب الكويتي، يحاول يسيطر عليها عمر الغامدي. عمر يقود هجوم للمنتخب السعودي ويبعد عن زميل عمر، لعبها باتجاه اليمين عرضيه امام مرمى الكويت، وتمر الى دفاع المنتخب الكويتي، راسيه من المدافعين والمهاجمين مره اخرى، وتسديده من بعيد، وتنتهي الى دربه كمام المرمى وإلى يد فلاح دمشة من نواف التمياط. لعد ركلات الترجيح قدام السعودية، هل يعني هذا خبرات سعودية في تنفيذ ركلات الترجيح؟ والدوخي أو محمد نور يتقدم، هلوة من نور يمررها، ولكن مقطوعة من مدافع المنتخب الكويتي. رمية جانبية تروح مقطوعة لصالح المنتخب الكويتي، محاولة من سامي لا حصول على الكرة، يحصلها سامي ويندفع للأمام ويبعد عن زملائه، يلعبها لمن؟ عرضية لصالح نواف التمياط المنتخب السعودي، مهيئها نواف لطلال المشعل، يحاول طلال ويبعد عن صالح الصقري، لعبها جهة اليسار إلى صالح، وراسية مقطوعة من المنتخب الكويتي إلى بدر حجي. نزل مكان عمر الغامدي عبد الله الجمعان، يسيطر على اللعب، تبدي هجمة تروح يمين تروح يسار، هذا مو شغل كرة القدم. هز الشباك فقط هو ما يؤهلك للبطولة أو للتقدم للأمام. كرة سعودية الآن، محمد نور تارك كرة لطلال المشعل، طلال المشعل يهيئها لسامي الجابر، تمريرة جميلة للدوخي المنطلق للأمام، وكرة إلى خارج الملعب، وإصابة لأحمد الدوخي. كرة لمحمد نور، يحاول محمد، مقطوعة كرة من وبران، تعود لصالح المنتخب الكويتي، يغطي كرة حلوة محمد، رغم شوف واضح الانهاك على اللاعبين والجهد. يعني ملاحظ المنتخب الكويتي بطيء في نقله للكره، هذا يتطلب سرعه لمباقته على اساس انه ما تاخذ فرصه. الجمعان يتقدم للامام ويهيئ نفسه للتسديد، تعود مره اخرى للجمعان وتعتلي العارضه، تهيأت له ولحلة منها وانتهت الى خارج الملعب. اذا بانتظار سافره الحكم لتعلن عن نهايه الشوط الاضافي الاول، ومع الهجمات العكسيه التي تشكل اي منها خطوره سواء على دفاع المنتخب السعودي او على اي مدافعين، واطلق سافره الحكم معلن عن نهايه الاضافي الاول. استوني في اللعب مره اخرى، وضربه البدايه لصالح المنتخب السعودي، اعتقد يعني تغيير عبد بدر حجي، بدر ربما عمره الكبير لم يساعده على نواف يمرر لاحمد خليل. واضح السعودية مسيطرة، واضح مسيطرة على اللعب، لكن النتيجة حتى الآن هي التعادل طبعا
بهدفين لهدفين. سامي الجابر يمرر إلى طلال المشعل وكرة طلال إلى خارج الملعب، رمية جانبية للمنتخب الكويتي. الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني والتعادل بهدفين لهدفين بين السعودية والكويت. كرة للمنتصف ملعوبة مقطوعة من أحمد الدوخي، هيئة جميلة لطلال المشعل. طلال يحاول يهيئ نفسه، لعب كرة حلوة لسامي الجابر، سامي يتقدم ويبحث عن زميل، لعبها للنشط نواف السمياط اللي مسدد. وها هي كرة القدم، تفوز يوم وتخسر يوم، أرجك يا الأزرق حظا أوفرا وباسما إن شاء الله في البطولات القادمة. أقول فوزا سعوديا مستحقا، لأن بالفعل الكويت جابت جولين، السعودية ردت وسجل نواف السمياط هدف، ولا أحلى ولا أمتع ولا أطلب منه، لا يعتقد عليه خلاف. يا عيني على الروح الحلوة من الشيخ خالد النوسف على ما يبدو، وتهنئة لي. تهنئة طبعا حارة للمنتخب السعودي بتأهله، وتمنيات لك التوفيق وهاردك لمنتخب الكويت. أدى الفريق مباراة رائعة، يستحق أن يتوج عليها اللاعب نواف السمياط بالهدف الذهبي، وأعتقد أنه راح يكون هو أحسن لاعب في المباراة، وهذا بلا شك يستاهل نواف السمياط. ونقول مرة ثانية هارد لك للمنتخب الكويتي، وألف ألف مبروك، وتمنياتنا بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب السعودي بمستوى أفضل إن شاء الله للفوز في هذه البطولة. إلى الاستوديو، وألف مبروك للسعودية مرة أخرى.